يقول: كيف تقضى صلاة الليل وقت الضحى، وهل تقضى وترا؟ حسب الركعات اللي تصليها، إن كانت تصلي ثلاث تجعلها أربع، تصلي خمس تجعلها ست، هكذا تشفعها وتسلم من كل ركعتين. نعم. ثم يقول حفظك الله: وإذا كان معتادا لأداء صلاة الضحى، فهل يقضي صلاة الليل كذلك أم تكفي عنها صلاة الضحى؟ لا، ما تكفي عن، إذا يريد الأجر الكامل إيه ما تكفي، صلي الوتر يقضيه شفعا ويصلي صلاة الضحى. نعم، كل واحد لها أجر. نعم.